السلام عليكم، رح نعرض بهذا الفيديو مادة الحاسوب للصف السابع، تنسيق الفقرات وقوائم التعداد. في عنا بهذا الدرس رح نتعرف يا سابع على عدة أنواع من التنسيقات ممكن نجريها على النص. أول تنسيق اللي هو المحاذاة. المحاذاة معناها كيفية احتواء الفقرات بين الهوامش، كأن تكون أسطر الفقرات محاذية لبعضها من جهة اليمين أو اليسار، أو تكون متوسطة ما بين الهامشين الأيمن والأيسر، أو مضبوطة من الناحيتين. بمعنى إنه هون أنا لما بدي أعمل محاذاة للنص ممكن تكون من اليسار أو اليمين، يعني تبلش الفقرة من اليسار أو من اليمين، أو تكون متوسطة بوسط الصفحة، أو نعمل لها ضبط. طيب، نتعرف خطوات تعيين نوع المحاذاة. أول خطوة 1 اللي هي حدد الفقرة المطلوبة. 2 النقر على أداة المحاذاة من مجموعة فقرة في تبويب الصفحة الرئيسية. إذا حتى أحصل على أداة محاذاة النص بنتقل لتبويب الصفحة الرئيسية مجموعة فقرة. عندي هاي الفقرة يا سابع، بدي أبلش أنسق المحاذاة لإلها. بداية عندي العنوان ظاهرة الاحتباس الحراري، بدي أعمل له توسيط، فبحدد الفقرة بنتقل لأداة التوسيط. عندي النص هون باللغة العربية بدي أعمل محاذاته يبدأ من اليمين، فرح أنتقل لأداة المحاذاة لليمين. وعندي النص باللغة الإنجليزية بحدد النص المطلوب، بعدين بنتقل لأداة المحاذاة من اليسار، محاذاة النص لليسار، فصار عندي المحاذاة. طيب، ثاني نوع من أنواع التنسيق يا سابع اللي هو تباعد الأسطر، أي مقدار الفراغ بين أسطر الفقرة الواحدة. لحتى أحدد مقدار التباعد بين أسطر الفقرة، المسافة ما بين كل سطر وسطر داخل الفقرة، بضع المؤشر داخل الفقرة. 2 من تبويب الصفحة الرئيسية من مجموعة فقرة، بنقر على السهم المجاور لأداة تباعد الأسطر والفقرات، بعدين بختار أو 3 بختار مقدار التباعد المطلوب. لو رجعنا للفقرة السابقة وبلشنا بدنا نعمل تغيير على تباعد الأسطر، المسافة بين الأسطر للفقرة، رح أنتقل لتبويب الصفحة الرئيسية، بعدها رح أنتقل لأداة التباعد. هيها بهذا الشكل أداة تباعد الأسطر، بنقر على السهم المجاور وبختار مقدار التباعد من 1، 1 و15 ل 3. لو اخترت 3 فرح نلاحظ زادت المسافة ما بين السطر الأول والسطر الثاني. طيب، التنسيق الثالث اللي هو التعداد النقطي والتعداد الرقمي. إذا أردت ترقيم قائمة موجودة فاتبع الخطوات الآتية: 1 حدد الفقرات المراد ترقيمها. 2 من تبويب الصفحة الرئيسية بختار تعداد نقطي من مجموعة فقرة، إذا المجموعة فقرة والتبويب الصفحة الرئيسية، بعدها بختار نمط التعداد اللي بحتاجه. أو ممكن أنقر نفس الإشي على تبويب الصفحة الرئيسية واختار تعداد رقمي. مع التطبيق العملي رح ألاحظ الفرق ما بين التعداد الرقمي والتعداد النقطي. هون في عندي فقرة بعنوان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، بدي أعمل تعداد إنهم يكونوا عندي مرقمين، فرح أحدد الفقرة من تبويب الصفحة الرئيسية. رح أنتقل لو بدي تعداد نقطي، تعداد نقطي بنقر على السهم المجاور وبختار شكل التعداد اللي أنا بحتاجه. طيب، لو بدي أغير نوع التعداد من نقطي، بلاحظ هون نقطي لأنه صار في عندي نقاط جنب كل محافظة. طب لو بدي إياها بالأرقام، يرقم لي إياها ترقيم، فرح أختار تعداد رقمي. نفس الخطوات، إني أنا بحدد الفقرة، بعدها من تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة فقرة، بنتقل لأداة التعداد الرقمي ترقيم، بنقر على السهم المجاور لإلها وبختار تنسيق التعداد اللي أنا بدي إياك، سواء كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. فهون بختار شكل، هي عندي عدة أشكال، بختار الشكل أو التنسيق اللي أنا بحتاجه. هيك بنكون أنهينا درس تنسيق الفقرات وقوائم التعداد. بتمنى منكم تطبقوه.